أنا قاعدة بالمطبخ، إيه؟ قاعدة أشتغل بالمطبخ، إيه؟ قاعدة أسوي الشاي حقة الحليب. يعني أول شيء نحمس الشاي لين يصير لونه كذاك. تحمسين الشاي؟ نحمسه عقب نحط المويه عقب نحط الحليبه. إيه إيه هذه طريقتها. إيه صح؟ إيه إيه. أشتغل بالبيت أنا، أشتغل عشان أصير زينة. شيرين ربة بيت يا رب وتتزوجين إن شاء الله. علشان أصير زوجة صالحة. خير إن شاء الله. منو عندنا هذ منو هذيل؟ حليب. اشتغل بالمطبخ. تبون اسوي لكم هاي شبكتينو؟ شو اسمه؟ شبكتينو. هذا غير كابتشينو؟ يا هي انا اسوي طريقه مال 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 احنا. كل شيء ياكلون. ها؟ كل شيء ياكلون. لا ما هي ما هي يصير حار. ايه. يحطونه بقلاص ولا يحطونه بالدله. ايه. ويسوي